السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، حتى لا أطيل، هذه الرسالة سأوجهها إلى كل الرقاة من جديد، وإن كنت أقول دائما سأوقف هذه الردود أو هذا على الأقل الكلام حول هذه المواضيع، لكن كما يقال أخوك مضطر لا بطل. يعني كل مرة يعني كنصبح على أمر جديد، فلا بد، لكن كعادتي أنا لن أسمي، فالخير في التعميم لا في التعيين، وبالإشارة يفهم اللبيب. أنا اليوم بلغني في هذا الصباح بث مباشر، كان البارحة بالليل بث مباشر كان بالليل، يعني سبحان الله كله شغله. أنا أتكلم لأن الخطاب الآن للمغاربة، أنا أتكلم بالمغربية لأن الكلام موجه إلى فئة في المغرب. اليوم يعني في الصباح لقيت مجموعة من الفيديوهات، مقاطع فيديوهات وصوتيات وكذا، ومعها رسائل من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، ماشي أخوات، اللي كيقولوا جيش الربيع يتكلموا عليه البارح، أنا نقول لك إخوة جزاهم الله خيرا. لأن جيش الربيع هو الذي المغصة، الجيش الربيعي الذي المغصة، ولهذا هم يستعملون سياسة فرق تسد. الآن يريدون كل ما من أخ يعرفون أنه كان يناصرنا قديما أو كان معنا قديما وإلى زمن قريب يتواصل عندي بالأدلة، يتواصل معي عدد كثير من الإخوة أو بعض الإخوة، وأظهروا لنا كيف حاولوا جاهدين أن يغروهم أو يقنعوهم، يعني جهزوا جيوش لكي يسبوا الجيش الربيعي الذي يدب على كلمة حق ولا لم نرى منه سوءا. فمنهم من اتهموا أنهم مرتزقة، أنهم كذا، وكلام ربما قليل فيه قلة أداب وقلة حياء وكذا، يعني أمور كثيرة جدا. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت جيد؟ هل الصوت جيد؟ هل الصوت جيد؟ طيب، الحمد لله. طيب، بالنسبة لي يقولون إن سمعتم أنهم يتكلموا عن الجيش الربيعي ويسبونه، مع الجيش الربيعي أنا يعني مجموعة من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى جعلوا يعني محبين، يعني غيورين، يدافعوا عن الحق، يتكلمون بالدليل، يتكلمون بالسنة، بالأدب، بالحشمة، بالحياء، بالوقار، بالتواضع، لم نرى منهم سوءا ولم يرى منهم مخالف سوءا، في حين أن هم رجال يسبون ويعيرون وينقصون ويشمتون ويتبعون العورات والزلات. طيب، نحن كل واحد في شغله. أنا الحمد لله، الحمد لله في شغلي، في الله عز وجل، في سيري، في طريقتي، بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا يريدون منا؟ أنا السؤال، هل نصبوا أنفسهم يعني حكام وقضاة ودعاة؟ إذا كانوا قضاة ليس لهم، هذا مسألة ليس لهم، قضاة بعيد عليهم، ما يمكنش يقاضون أبدا. إذا كانوا دعاة، ماشي دعاة، لأن هناك دعوة لها أدب. طيب، بغيت نعرف المكانة ديالهم، هل يتبعون الزلات؟ هذا كاين، هذه مسألة موجودة، لأن حتى وإن عثرت على خطأ كما يزعم البعض، أنا لابد أن يأتيك بالسمو الشرعية، ثم لابد أن نبحث ونشوف واش هذاك فعلا خطأ ولا لا. مثلا مسألة الرؤية، اللي الآن كل مرة يخرجون علينا بالطامة. مسألة الرؤية، تواصلنا مع دعاة ومع طلبة علم بفضل الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا معهم أننا نعرف، ما تكلمناش من فراغ. هذا الأمر عادي جدا جدا جدا. الشيخ الألباني سألته امرأة، قالت له: يا شيخ، لقد رأيت رجلا يتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه بشرى خير الذي رأيت، يعني أنه على السنة. فقالت له: أنت يا شيخ؟ فذكر وأقطع ما قال لها: أعطيني مواصفات وأعطيني كذا، لك إذا أردت أن تثبت جزى لك ذلك.
جيد. ثم ان هذه المنامات والرؤيا يعني ما جاءت بالتشريع، احنا اهل السنه والجماعه لا نثبت يعني التشريع بالمنامات وبالرؤى ابدا، ولكن لانه فيها استحسان، فيها بشرى لمن رؤيت له اي نعم ربيع او للمقاطع، وهم يزعمون انها ضلاله وبدعه وخرافه، الناس تعالج بها في المشرق والمغرب فضل الله عز وجل. طيب لماذا لم تحمل الرؤيا على حسن ظن وانها اخونا جزاه الله خيرا وان السيده جزاه الله خيرا وانها من اهل السنه والجماعه وانها انسان صالحه؟ لماذا دائما نرى لو ان احد منهم لقالوا ما شاء الله اخونا وحبيبنا، لكن غيرنا يذم؟ لان لابد ان ترى المنقصه، لا ترى بفضل تعالى يعني الامور الطيبه، هذا من جهه. ثم الامر اللي كيهمني اكثر هو مش مشكله الرؤيه، ان اوقفنا مثلا يعني المقاطع، شوفوا سواء بينا ما راى الناس من رؤى او علاجه الناس او شفاء الناس، ما دام بقي نعم في السبحه سوف يبحثون عن شيء اخر، كن على يقين. يعني اي شيء يعني كيظهر نعم ربي كونوا على يقين، والا واش كتظنوا هذه الرؤيه فيها مشكل باش دير ضجه؟ ابدا. لكن هم دائما يحاولون البحث عن شيء يغير به عقول الناس. لكن الامر الاعظم عندي انا والخطير جدا، الخطير نقولها من هذا المنبر، خطير جدا، لانه كيقدح في صدق وعداله المتكلم. نقول لكم شنو هو، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لان اقل احواله الفسق، اقل احواله انه فاسق. علاش؟ كيمشيو للخاص وكيبقاو يتواصلوا مع اخوه كنا نعرفهم، لا نسمي احدا، اعداد من الاخوه يعني صاحبوهم ولا احبابهم للمصلحه، يعني كيتلاقاو معاهم ويعنقوهم ويتكلموا معاهم في التليفون ويتلاقاو معاهم في القهوه وكذا. علاش؟ باش يتصاحبوا معاهم ويغيروا عقولهم على ان المصلحه معانا وان ذاك السيد راه كذا وكذا. انا من طبعي ما كنصاحبش الناس على المصلحه، نقدر انا في الامور اللي هي فيها عاديه ما نمشيش معاك وما نجيش عندك وما نرش معاك في القهوه، لكن توقف عليه تلقاني، ويعرفوا الاخوه كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى. هما العكس، لا بغاو المصلحه ديالهم يتصلوا بالليل وبالنهار ويتناوبوا ويتصلوا ويتلاقاو ويستغلوا الفرص من اجل يوصلوا دماغ الناس وعقولهم باش انهم يصاحبوهم. علاش؟ ياخذوا مصلحتهم ويرميهم رمي الكلاب، كون على يقين. والا والله تبان فيه ما يرحموه، تبان فيه ما يرحموه. علاش؟ لان هذا هو الديدن ديالهم. فلاحظت سبحان الله العظيم بالدليل، انا ظنيته ولكن جاتني الادله القويه جدا، يتواصلوا مع فلان، خرج تكلم فلان، اذا هو لم تهر مخالفته، طعنته وشطحته. طيب شنو هي المخالفات؟ في هي قاعدوها لنا باصول شرعيه، تكلموا بزاف، اعطيونا اصول شرعيه ديال المخالفه، غير اجلس واصل المخالفه من الف حتى الياء ومرحبا. في مثلا انا محيدا ما حاجت احدهم على المخالفه ديال اللي كيقول ديال الرؤيه، ما استطعت يكتب لي مخالفه، اعطيني مخالفه واحده الى الان. انا اشكركم ان اظهرتم لي المخالفات فيما قصته الاخت من رؤيا او ما ذكرته انا استطرادا على الرؤيا، ابدا. اقل احوالها انها مبشره، لم نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك جزمت. طيب من حقي ان اجزم، من حقي، عادي جدا. طيب من حقي ان اجزم. طيب الذي يتكلم معي الان على المباشره ابو نوح، ابو نوح ليس هو ابو نوح الراقي، لاني ارسلت رساله وذكر هل انت ابو نوح الراقي ام ابو نوح انسان عادي حتى لا يتلبس على الاخوه المتبعين، هذا انسان عادي ليس بالراقي. طيب باش نبينوا بعض الامور. طيب ان شاء الله عز وجل انا بغيت غير نفهم، هل من الاخلاق ومن الدين ومن السنه عندك تمشي عند الاخوه في الخاص وفي المكالمه التليفون وتحاول تحرضهم على اخ وتستغلهم؟ ها، واش هذا من السنه؟ ليس من السنة. هل من الأخلاق؟ ليس من الأخلاق. إذا رسالة لكل الرقاة، كونوا على حذر، اللي غيتكلم فيا في غيبتي أقل أحواله الفسق. بالقرآن، بنص القرآن، اللي غيتكلم فيا في غيبتي أقل أحواله أنه فاسق. هذا هو اللي كاين، لك تكلموا بالشرع. إذا لا يجوز لك تقول لي بسمية أنك تظهروا أهل الفسق بدعهم وأهل فسقكم، أصل لي، ما تضحكوش على الناس. أصل أنها فسق أو أنه بدعة أو أنها ضلالة. أصل لها وتكون أهل أنت لهذا أصلا ومرحبا، ثم عليك أن تسلك السبل الشرعية أنك تطلق الباب. أنا دائما كنتكلم بشرع، وماشي معنى هذا أنني خايف. أنا كنقول دائما عندي سهلة كتسمى ناقص واحد أو لا ما لا نهاية، اللي غيفهمها غيفهمها،
كاين ناقص واحد وما لا نهايه. ناقص واحد بمعنى انا علي ان احسن لا اسيء، ومن ارادني في الخير مرحبا به، اما الذي سوف يغدرني ويمكر بي انا اعمل له غير ناقص واحد، هو طبعي ناقص واحد وهنيت راسي، ما عنديش مشكل، لن يضرني شيئا، اش غيضرني؟ ما يضرنيش انا، المهم انا كيف تعاملت معه. وانا اشهد الله ما من اخلاق او عام عايشني او عاشرني او صاحبني او لازمني او رافقني ما رى مني الا خير، اشهد الله على هذا، ليس للكمال والعصمه ولكن اكرعت اخلاقي، ما راى مني الا السعي في ابواب الخير والتكلم بالخير والاصلاح والخير والدعوه والخير، اشهد الله على هذا. اذا الانسان ما يفترش الكذب وما يستغلش يعني الناس، ما يستغلش حاجة الناس ومرض الناس وفقط الناس وباش يشحنهم باش يغير لهم الفكر ديالهم والسلوك ديالهم ويعطيهم وعود كالشيطان، وعود وأماني يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، قال لهم أنا ناصركم اليوم فلا ناصر لهم. راه هذا هو المشكل، يعني ترى بالليل والنهار يجتهدون على ألا تكون اللحمة والاجتماع مع نعيم ربي، يجتهدون أن يخرج كل واحد يطعن في نعيم ربي، يجتهدون أن يظهروا منقصة في حق نعيم ربي، ويطيرون هنا ويطيرون هنا هناك من أجل هذا. أنا أقول ما كنتكلمش مع اللي كيتكلم مع الناس، هذاك صافي هذاك ما عنديش ما كيهمنيش، أنا كنتكلم مع الإخوة الطيبين اللي كنعرفهم، كانوا كيجيو عندي وكيجلسوا معايا أو كيتواصلوا معايا أو يحبون في الله وإن لم نراهم نلتقي بهم. كونوا على حذر، كونوا على حذر، القوم يريد بكم سوءا باسم الشرع والدين، والامور واضحه وجليه. انا اعذرك اليوم واعذرك غدا، تسيء الي واعذرك، تسيء الي واصفح عنك، سات الي مره ومرتين وثلاث وصفحت، وانت كذلك والاخر، وحينما التقي اعانقكم، وما قلت لاحد منكم لماذا قلت في كذا؟ ولماذا اتهمتني يوما كذا؟ وعادي لاش، لأني أعلم ذلك ما ضرني وزادني نصرة وعزة بفضل الله عز وجل. إذا أحبابي واش باقي ما بغيناش نفيقوا؟ ما جاش الوقت باش نفيقوا، نعرف أن هناك ناس لا هم لهم إلا الوقيعة وجلب الناس بالكذب وبالتضليل. لو كانوا على الشرع لاتصفوا بأخلاق الدعاة والمشايخ والوعاظ إلى الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش هذا الأمر اللي كنشوفوه حنا، سوف ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، لانهم كيعرفوا الجمعيه غادا خدامه، اللقاءات مع الرقعه قريبه، فحاولوا يكبروا الموضوع، خاصهم يتجمعوش معاه الكابوس، اللقاء الرقعه المغاربه سيجتمعون قريبا، هناك انشطه في رمضان، هناك انشطه كانت في ظلال، هناك انشطه جايه في الطريق، هناك الحمد لله مقاطع ومواقع قويه جدا، هناك هناك، اذا هذا كابوس يرعب البعض صراحه. نقولها بالصدق يعيب البعض. البعض اش كيدير؟ كيحاول الان هذه الخطه الان المنهجه يتكلم على الخاص بسميه الشرع، بسميه الدين، بسميه الاخلاق، حتى يصرف وجوه الناس عن نعيم ربيع، ليس وجوه الناس العامه، العامه هما كيشرعوا بالنار، الان على الخاصه، على الرقاة او المتبعين والمحبين. المتبعين والمحبين والرقاة. ويقع في هذا الفخ بعض الناس، اما لطيبتهم او لعدم ثباتهم. هذا نقول جوج كلمات، اما انه طيب بزاف كيأثروا عليه، او انه بين بين ما عندوش الثبات، والرجال مواقف والنساء مواقف، فهذا خاص تفهم. فهذه هي الكلمه اللي غنقول جوابي على كل ما يقع الان، ولن لن لن يعني اخوض مع الخائضين. من جاء اليه قبلناه، ومن طرق بابنا ادخلناه، من اساء الينا تجاهلناه واعرضنا عنه، ولن يضرنا شيئا بفضل الله عز وجل، والأيام توقف على الحقيقة، الأيام تكشف له الحقائق، أن القوم يريدون المصلحة ولا نفع معهم أبدا، ولو كان فعلا يتكلم بالشرع لا أفادوا الشرع وأفادوا الدعوة وأفادوا المجال وأطروا الرقاة وأطروا أنفسهم قبل ذلك. نتكلم بالواقع، فماذا قدموا؟ السؤال ماذا قدمتم للرقية، سواء أكاديميا علميا شرعيا أو عمليا؟ لا شيء. يجزم بهذا القاسي والداني لا شيء، ومن معهم فهو على شكلتهم. ما كنسبش
هناك أفاضل وأخيار، ربما جمعتهم المحبة في الله، ربما حسن الظن، ربما الأمل والمستقبل الغد، لكن راه مضى ما مضى. ما كنسبش واحد باش مش واحد يقول تكلمتي على فلان، لا أبدا، أنا كنتكلم باش واحد يضحيكم، كنتكلم على اللي كيتكلموا عليا، من حقي أن نبين، وهما كيسميوني والمواضيع خاصة عليا، وهذا ليس من الدين، وإن خطأ اسم الدين، والدين منها براء، لكن أنا ما كنسميش، لأن لا يشرفني أن أسميه. إذا كانوا يتكلمون فكانوا يتكلمون في قاعة لا يسمعهم إلا الجدران والحيطان، أما أنا يسمعني العالم بفضل الله عز وجل. مفهوم؟ وإن كان الخاصة والعام يقول لي يعني ما تحطش راسك في راسهم، شكون سمعهم؟ شكون هما؟ لكن بغي نبين. لمن؟ أخوتي الرقاة الذين هم في الطريق أو الذين هم على الطريق. فهموها مزيان. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا غير اي اخ غادي يتكلم فيا نعطيه رساله واحده، هل رايت مني سوءا؟ خلاص، هل رايت مني سوءا؟ واي اخ الى نازله او واقعه او شيء بغاو يتلعبوا به، انا عندي التفصيل، انا حمد ذاكرتي قويه لا انسى بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، ونعطيك الوقائع وكيت وكيت وكيت، ولكن انا من طبعي ما نبغيش نغل نكون شديد، وما نبغيش نحقق في شي امور، لانك غدير النفور وتنفرنا من بعضياتنا. طيب، نطلب الله تعالى يوفقنا. هذه رساله عندكم، بلغوا لكل الاخوه الرقاة، بلغوا اللي تكلموا فينا مثلا، بلغوا لهم. انا كنقول لهم هذا المنبر لك انت، لكل واحد تكلم فيا وكنت معايا، ما رايت مني الا الخير. اياك اياك ان تغتر باخلاق النفاق. انا ماشي كنتهم قلت اخلاق صفات، لان الانسان يجي يتكلم في ظهري وتشوف انت كتعرفه انه كيحاول يغيرك عليا، وتحاول انه يكذب عليا، وانه يدلس، وانه انه غير جلس مع نفسك، استغفر الله وريح وقول هادو اش باغي من اش باغي من عين ربي، علاش بالضبط في هذه الواقعه جاو عندي، وعلاش بالضبط الان حاولوا تميلوا لي، علاش دابا كيصاحبوني، وعلاش دابا كيتصلوا بيا، علاش كيراسلوني، وعلاش كيتناوبوا عليا، وعلاش وعلاش. فهم، وقلوا هنا عين ربيع فيه التملق، هنا عين ربيع فيه كذا. ربما البعض يغدي حاجة بحاجة، يقول لك مثلا انت كنت تصل بك ما كتجاوبناش كذا، وهذا لا يمنع انك تعاديني، هذا ليس عذر، هذا ليس عذر حجة على انك تعاديني، انني ما كنجاوبش في التليفون، لكن اذا وقفت علي ما طردتك، اذا جئت الي في حاجة قضيت حاجتك بفضل الله عز وجل. لكن حتى تعرف الفرق بيني وبين القوم، وانا ما كنقولش من باب الضعف او الخوف، لكن باب التبيان، مفهوم، من باب التبيان. اما انا بفضل الله عز وجل ما عندي مشكل مع حتى واحد، ولا اخشى احد الا الله عز وجل، واحب الجميع في الله، ومن ابغضني انا اقول له خلاص سلام عليكم، عندي نقص واحد او نقص ملل، هي لا يهمني انا، اذا صاحبتك شو غنستفد الا المحبه في الله سبحانه وتعالى. فما تظن نفسك عالم او لا فقيه او لا شيخ او لا داعيه عليا او لا شي حاجه توصلني في شي سلم، انا كنصاحبك لاخلاقك. المحبة تنفعني عند الله عز وجل، وننتفع جميعا بها، لكن انك تسيء لي وتغدرني وتطعني وتكلم فيا، انا اللي كيتكلم فيا لا يصح، لا يشرفني ان اكون معه، لا يشرفني مصاحبه صراحة، لان ما عندوش، ما ارتقاش بالاخلاق، ما ارتقاش بالدين وبالشرع. كلنا نصيب ونخطئ، لكن الانسان الخطأ يتفاوت. لما يجي انسان بين عشيه وضحى يسبك ويلعنك ويعيرك، والاخر يحرض عليك ويهمس ضدك، ما قدرش يواجهك وكيحرض عليك ناس اخرين، ما قدرش يواجهك وكيحاول يغير عقول اخرى ضدك، اذا هذا ليس من الاخلاق، والله هذا ليس من الاخلاق، هذا عيب، هذا عيب. غايتهم ان يبقى يظنون ان عمر يبقى وحده، يظنون حتى من كانوا يحيطون به فاصبحوا ضده، هذا راه مكر، هذا مكر السيء، ولا يحق المكر السيء الا باهله. اقرأوا القران، ان تصبكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها، يعني ملي كيشوفوا الحسنه تغير وجوههم، لما يشوفوا السيئه يفرحوا بها، ظنوا انها سيئه، يظنون انها سيئه، هذه قاسمه الظهر، هذه ستسقطه، هذه سوف نشهر بها، يعني لاحظوا دائما يجيبوا موضوع من لا شيء ويجتمعوا عليه كالعيالات كينقيو الزرع ويتكلموا عليه، وإن هو التأطير الشرعي والعلمي. واش هذه أخلاق عندكم؟ واش بالله هذه أخلاق؟ أنا كنقول لكم وليت كنخاف على راسي غير القتل الموت، واش هذه أخلاق؟ واش بالله عليكم أهذه أخلاق تحرضون الإخوة الرقى والعامة والمحبين والمتبعين، ثم
تاخذون الموضوع من لا شيء تجعلونه شيء وتبنون عليه قواعد واسس ديال الضلاله والفسق والخرافه والشعوذه والدجال وكذا والكفر. واش كظنوا انكم على الشرع؟ تحملون اوزار يوم القيامه. والله العظيم سياتي يوم احدكم يستيقظ ايمانه ويستغفر ربه ويجد نفسه ظلما ظلما كبيرا. راه ما ساهلش هذا الشيء، والله ما ساهل. اللسان هذا يكب الناس على وجوههم او مناخرهم الى حصل الى السنتين. راه يوم القيامه ستسال، ساخذ حسنات بارده. يا اخي اتق الله، يا اخوه اتقوا الله في انفسكم. الى علاش هذا الشيء كامل؟ واش كتظنوا غتضروني؟ والله ما تضروني. اجيو شوفوا راه الناس ها، راه ما تضرونيش، راكم ما تضرونيش، راه العمل كيشاد. الحمد لله انا ناديت بالجمعيه غير استعراض غير غير النحت في مقطع. الناس ياتون بالمساعدات طاعه الله عز وجل. وحده جابت 10000 درهم وحده جابت 2000 درهم، وكل مره كل نهار جاي الخير. لما نمشي ليا الجمعيه رمضان يلا فعلوا بحالها، ديروا مقاطع يوميه، نقولوا جمعيتنا كذا ونحن كذا، جمعوا الناس رمضان، جمعوا الناس للقران، جمعوا الناس لقضاء الدين، جمعوا الناس للخير، بينوا في الفرضيه، بينوا الناس التشخيص، بينوا الناس العلاج، تعاونوا مع الناس. ويومين نقول شفيت عندي فلانه، ساعدت فلانه، يلا بينا. واخا ما تقولش راه غيبان الاثار، تبان الثمره، ماشي يقولش واحد سمعه سمعوا رياء، لا راه يتبدو الحمد لله في القران. ولكن علاش هادشي؟ الا تجدون الا الكلام في الناس؟ الا تجدون الا الطعن في اعراض الناس؟ الا تجدون الطعن في مصداقيه الناس؟ تظنونه هينا؟ اتحسبونه هينا؟ فقر الشيطان يتلاعب بعقولكم. الشيطان يتلاعب بعقولكم، والله باسم الشرع. قرأت تلبيس ابليس. راه الشيطان يتلاعب بكم، تلاعب بالعلماء، فما ظنكم فهموا مزيان. فلهذا الله يجزيكم بخير، راكم انتم على شفاء، راكم على خطر، وتظنون المصيبه انكم تظنون انكم تحسنوا صنع، انكم تشرعوا السنه وتدافعوا عن السنه، وانتم تغتابون اخوانكم، تضرون اخوانكم، تؤذون اخوانكم. نعم، وما يضرون الا انفسهم، مشروع. فالله يهديكم. وانا كنقول للاخوه، انا ما يهمني هذوك، انا كنقول للاخوه الطيبين الصادقين الصالحين، اياكم ان تنساقوا. الحمد لله قانا والجمع سيكون في وقته. كنا البارح مع الاخوه ديال الجمعيه، الموعد سيكون 27/4 باذن الله تعالى، كما اسسنا البارحه واتفقنا، والحمد لله كل الامور راه عند الاخ ابو ايه. ابو ايه توسلوا عنده وغيروا له عقله. الحمد لله راجل زين وفاهم واعي، وحاولت معه مرارا، حاولت معه، لكنه لانه يعلم الحقيقه، لانه كان معكم وتبرأ منكم لاشياء يعرفها وتعرفونها. ثم الان تتحومون تجرون في الانترنت على الاخوه. انا سكت مابقاش كنتكلم، لكن كيبان لي ناس معاكم كيتكلموا البارح، وانا والله ما نتبعكم، صيفطوا من الاخوه يتكلمون على الرؤيه. وانا الرؤيه اذا قعدنا لها، انا كتبت الكثير على الفيسبوك، الا تشاهدون ذلك؟ اقوال العلماء في هذا الامر. نخلص له مقطع ان شاء الله ورد. ولكن يدعون المعرفه والعلم، هذا هو المصيبه، يدعون المعرفه والعلم. نسال الله تعالى العفو والعافيه. نعم اصبحت موضه الجلسات والسهرات. نعم هذا هو اللي كاين، الجلسات والسهرات وباسم الشرع. على من؟ دائما على نعيم ربيع. نخبه، تخيل معايا، انا معايا الله، وشتو شي اخوه كيديروا اللايف وكيدافعوا عليا؟ ابدا. شتو شي ناس كيديروا اللايف وكيدافعوا عليا؟ ابدا. كيدخلوا يسبوك ويدافعوا عليا؟ ابدا. انا معي ربي سيحمي. نعم معي نخبه طيبه من الناس المحبين، جزاهم الله خيرا، ولكن والله العظيم لا اوصيهم بالشر، اقسم بالله لا اوصيهم بالشر. اما انتم تجتمعون ليل ونهار في المباشر كل ليله، وتجعلوا موضوع، وتبقاو تقزبوا وتمزقوا وتاكلوا في لحم خوكم، ويوم القيامه راكم دقنتوا، راكم شبعتوا، بطونكم شبعات باللحم ديال نعيم ربيع، والالسنه ديالكم ولات نتينه بالذنوب ديال اللي اختوا على اثر نعيم ربيع. فهمت ولا لا؟ ويوم القيامه تجتمع الخصوم، اقسم بالله يوم القيامه تجتمع الخصوم، واخذوا حسنات بارده. كل من مكر في الخاص، كل من حاول ان يغير عقول الناس او عقول الرقى او الدعاء او المشايخ، اقسم بالله اخذ منه حسنات بارده يوم القيامه. وتذكر هذا المشهد، يوم القيامه اتي وانا وانت واخذها منك، اقسم بالذي لا اله الا هو، اخذها منك قصاصا، وما ربك بظلام وهو احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام، اخذها منك. لماذا كتبت عني؟ ولماذا غيرت؟ ولماذا دلست؟ ولماذا نفقت؟ وان كنت تظهر شيء فالله يعلم ما تخفي.
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما في داخلك، خلاص لرب سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ولا أهابكم ولا أخافكم ولا أنحني أبدا لمخلوق. تفكروا شنو داز علينا يا ربي، جلدي قصح وظهري قصح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله لأني كنعرف راسي، كنعرف نيتي شنو هي، وكنعرف سعيتي شنو هو. فما يظنش شي واحد انه غادي يولي يدي باش نجي عنده ابدا، او لا غنحضر راسي لشي واحد الا لخالقي الحمد لله. ونقولها لكم، لو كان البطش فيا نزف، لان كل واحد يتمنى يكون في بلاصتي، باش ما بالمعرفه بالجهه بالفلوس بالمعرفه بالقبول في الارض الحمد لله، بالتجربه بالواقع ديال الرقيه، باش ما بغيتي، بالقانون بالشرع باش ما بغيتي، بالنفوذ باش ما بغيتي. نقولها لك الحمد لله، هذا قبول من الله عز وجل، ولكن لا اطغى. هذا هو الفرق بيني وبينكم، لا اطغى ابدا الحمد لله رب العالمين، ما كنطغاش، بالعكس اتواضع للجميع. لو ان واحد فيكم كان هكذا، تكون راه يبغي يحكم المغرب بقبضه من حديد في الرقيه الشرعيه، لكن الحمد لله انا الحمد لله يعني لا داعي، فهمتي؟ لا داعي، نقولها لكم لا داعي، تطحنون يعني هواء وماء، لا داعي، غتعياو 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 غتعياو، وانتم راكم بادين. انا باقي ما بديتش، انا غير كنخدم، انا كنخدم كنزيد في النجاح وكنزيد الراحة وطمأنينة وزاد، وانتم كتحرقوا. انا باقي ما بديتش، انا غير حاط امور تمشي باطار قانوني رويدا رويدا، واما ملي غنبدا ربزر الامر باذن الله تعالى يقضى، فهمتي؟ لكن ملي نعرفوا يعطوني الناس الكبار الاشاره، حنا كنسيسوكم، حنا ما يضرناش. شنو نهايه الحرب ديالكم؟ شنو هي؟ غتبغوا تغيروا عقول الناس؟ بيد الله، قلوب بيد الله. اذا ما يهمنيش، انا كيبقاو فيا غير الضحايا مساكن، الضحايا كتوقعهم فاش كيوليو مع مجموعه ديال النتن ديال الغيبه والنميمه واكل لحوم الناس وتضيع الوقت فيما لا ينفع، لا شرع ولا علم ولا شفاء ولا دواء ولا غداء ولا كساء ولا شيء والو. نقول لكم من الاخر، فهمتي ولا؟ والفريقان قريب سيلتحمان ويختصمان، فريق في الجنه وفريق في السعير، فريق في الخير وفريق في الشر، فريق يبان واش هو راكب فرس ام راكب حمار، قريب ان شاء الله تعالى، غير شويه بشويه، وهذا ما يرعب القوم، بشويه بشويه. انا خلى داك هدأ من روع، انا ما كيضرنيش، راه ما كنتلاعبش، يحسبون كل صحة عليهم، انا ما عنديش، ثابت الحمد لله واشق طريقي. لكن اللي كيبقى فيا هو الغدر النفاق وتحريض الاخوه في الخاص، كينقيو الزرع، كنقول لهم كينقيو الزرع، فهمتي؟ ما عندهم ما يدار، لو عندهم ما يدار غيتشغل عليا. فلهذا انا كنقول للاخوه الرقاه اللي غيتكلم عليا بالسوء، قل له اتق الله، لو كان فيك خير ما تكلمت في اخيك، لو كان فيك خير طرقت بابه، لو كان فيك خير جئت إليه، لو كان فيك خير ما اغتبته، فهمت ولا لا؟ قولوها لهم هكذا، والله لا يستحقون اسم ملتزمين، فما ظلك بدعاة ورقاة شرعيين، مشي تحناو يتربوا ويتعلموا الأدب، ما أحوج إلى الأدب، خاصنا الأدب أكثر من العلم، يعني من لا شيء ديروا مواضيع وتسبوا وتعيروا وتحاضروا الإخوة. حسبي الله ونعم الوكيل على الرقية في المغرب، كاين أفاضل كاين أخيار كاينين الرجال، وإن شاء الله غيعرفوا الحق وعرفوا بفضل تعالى، وأنتم كتحاربوا وإحنا ما كنحاربوش، لكن كاين بينه غير النور، ولكن النور تخيل معايا، مصباح واحد، مصباح واحد يبذذ أمتارا ومسافات من الظلام، فهموها، تجتمعون تجتمعون نشعلوا مصباح واحد يبذذ ظلمتكم بفضل الله عز وجل. ولله الحمد والمنة، وهذا أنتم ترونه، ولهذا ما سقطنا عمراني منذ الحرب 20 سنة، بل يزداد شعلة، لأنه على الحق ومع الله سبحانه وتعالى ومع الفقراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابقوا معنا إن شاء الله تعالى مع حالات إن شاء الله الرقية الشرعية. بلغوا هذه الرسالة لكل أخ شفتوه تغير أو محب أو حتى القوم، ونقول لهم جميعا أنا هذا الكلام ليس تحدي، ليس سب، ليس معيار، ولكن
أشعر بالظلم وما أظلم، أصبر نفسي بالقرآن وبذكر الله عز وجل. واللي قاش واحد كتب لي كتخسر حسابات، أشهد الله ما أفعل هذا، كتكلم فينا أو كتسألينا، والله ما أبكر بكم، أقسم بالله العظيم لو كنت أريد هذا عندي بزاف الأمور، لكني أخاف الله رب العالمين. فهموها، إني أخاف الله رب العالمين وأغلب الخير، قل لعل فيكم خير، لعل فيكم خير، لعل 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 لعل، ولكن إلى متى؟ فاتقوا غضب الحليم، مش كنهد وكان الحشومة، أقسم بالله الحشومة. غير فكروا في نفوسكم، لماذا هذا الحرب 20 عام لنا يا مغربي؟ دائما خاصو يطلع الرأس دائما، مع ما طلعتو كتعرفوني ملي كنجيب المحبة أكون خادم للرجال، أكون خادم للرجال، لكن يبغي يذل لي واحد كنقول دائما حتى الأقرب الناس لي اللي غير يدي غير يقطع ويديها معاه، نبقى غير بوحدة ولا أذل. فهمتوا لالا؟ ولله الحمد والمنة، والله ناصرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.